هل يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبها من أجل التجمل للزوج كذلك لبس العبسات الملونة؟ تجمل للزوج بالمعصية والكبيرة، أخذ الحاجب أو شيء منه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تجمل للزوج بالمعصية الله عز وجل، حتى لو طلب الزوج منها ذلك لا تطيعه، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة المتنمسة، والنمص هو أخذ شعر الحواجب أو شيء من شعر الحواجب. نعم.